مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الساعة، بيان السياسة العامة للحكومة الذي تم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وثيقة تشير إلى جهود الجهاز التنفيذي في تحقيق سياسة اجتماعية وتحدي اقتصادي متجدد. نناقش في هذا العدد الجديد من برنامج حديث الساعة مباشر بيان السياسة العامة للحكومة خلال الفترة الماضية، بداية من رفع الدعم والقدرة الشرائية للمواطن، تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة، المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، ماذا عن الجهود الحكومية اقتصاديا في تعزيز مكانة الجزائر، نقاط أخرى نناقشها في هذا الحوار مع ضيوفنا كل من الدكتور عبد القادر بريش النائب البرلماني والخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. شكرا استضافة وتحية لك ولزميلي المحترم النائب وللسادة المشاهدين، وباعتباري أن أول مرة نزوركم هنا في القناة نتمنى لكم التوفيق وتكون إن شاء الله قناة جيل دي زاد إضافة للحقل الإعلامي إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. وكذلك نسعد بالترحيب بالنائب المحترم بليل عفيف النائب طبعا عن حركة مجتمع السلم، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا، حقيقة نحن جد سعداء بهذه الاستضافة الطيبة برفقة زميلي والأستاذ القدير الدكتور بريش، ونتمنى التوفيق يعني لهذه القناة في هذه الحلة وللطاقم الذي رأيناه طاقم شبابي إن شاء الله، بالتوفيق لكم في هذه الحياة العلمية إن شاء الله. فيكم سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل في عبر الهاتف الدكتور عبد القادر السوفي المحلل السياسي، أكيد نقاش كبير جدا اليوم عن بيان عام للسياسة والحكومة اليوم الجديد المتوقع. أنتم كنواب كيف تابعتم هذا الكرونولوجيا، هذا التطور، هذه القراءة؟ ممكن نبدأ بالقراءة أو البعد السياسي دكتور بريش، حول البعد السياسي للبيان وما هو المرجو والمتطلع منه في النهاية؟ شكرا. في الحقيقة يعني البعد السياسي لبيان السياسة العامة للحكومة وتقديم الحكومة لبيان السياسة العامة أمام البرلمان هو التزام يعني يفرضه الدستور في المادة 111، وهذا يكرس يعني آليات في ممارسة الحكم وفي إدارة شؤون الدولة وفي التوازن ما بين السلطات وتمكين كل سلطة دستورية من ممارسة مهامها. الحكومة كجهاز تنفيذي تقوم بمهام ويتنفذ السياسة يعني وبرنامجها ومخططها اللي هو ترجمة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية. الحكومة جاء يعني العام الماضي جاءت وعرضت أمام نواب البرلمان يعني مخطط عملها، والدستور يقتضي أنها بعد نهاية كل سنة الحكومة تقدم نتائج أعمالها أمام حوصلة نتائج أعمالها وإنجازاتها خلال سنة أمام البرلمان بغرفته. ونحن في المجلس الشعبي الوطني الدستور يتيح لنا مجموعة من المهام، المهمة الأساسية هي التشريع والمهام الأخرى المكملة والأساسية كذلك وهي الرقابة، وأدوات الرقابة كثيرة في الحقيقة يعني منها الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية واللجان الاستعلامية ولجان التحقيق إلى غير ذلك. والمحطة يعني بيان السياسة العامة هو محطة مهمة جدا في المساءلة، مساءلة البرلمان للحكومة وتقييم أدائها، وهذا أمر مهم جدا. وفي المصارحة أيضا. نعم، لماذا؟ لأن أعتقد أن الآن دخلنا في مرحلة ونؤسس لمرحلة جديدة، وهو كيف أن يكون هناك تدافع ما بين المؤسسات، كيف نقوي مؤسساتنا الدستورية ونسمح بأن يكون هذا التدافع وهذه الرقابة وهذه المساءلة، والهدف هو في المحصلة ما هو؟ هو التحسين، تحسين الأداء، الدفع نحو يعني تحقيق الأهداف المرجوة من سياساتنا العمومية، وهو تحقيق التنمية، تحقيق الرفاهية، تحقيق متطلبات المجتمع. فكلما كان هناك آلية تفعيل هذه الآليات كلما قوينا المؤسسات، وقوة الدولة في نهاية الأمر هي بقوة مؤسساتها وفي قوة التجانس والتكامل في بين المؤسسات. في الحقيقة احنا عندنا أدوار ليست بمعنى التضاد مع الحكومة كجهاز تنفيذي، عندنا أدوار تكاملية. نحن كبرلمان وكمشرعين نرافق الحكومة في عملية التشريع وسن القوانين، ونعرف احنا ما تقدرش تنظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى إلا بالأرضية القوانين والتشريعات. ودعني أقول أنه العام الماضي يعني الدورة البرلمانية السابقة قمنا بجهد كبير
في مرافقة الحكومة في إصدار أكثر من 35 يعني نص تشريعي، 12 فقط متعلقة بتكييف المنظومة التشريعية والقانونية مع الدستور، وساهمنا مع الحكومة في يعني تأسيس إيجاد الأرضية القانونية والنصوص القانونية للهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور. ممكن دكتور عبد القادر يعني عن النصوص القانونية والتشريعية، هذا أمر مهم جدا. ممكن عطفا على كلامك أستاذ عفيف، طبعا اليوم النصوص القانونية كما قال الدكتور عبد القادر مهمة جدا. الآن البيان العام، بيان السياسة الحكومة العامة، الإضافة التي جاء بها هذه السنة بعد سنة كاملة من الحصاد، بعد سنة كاملة من التحديات اقتصاديا اجتماعيا، وتعرف أن الطابع الاجتماعي هو الأبرز ممكن في الملاحظة. ما الجديد أو ما هو تقييم الطابع الاجتماعي، البعد الاجتماعي لهذا البيان نظرا لتقييمكم ومتابعتكم كأحزاب فاعلة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أخي الكريم، الحقيقة يعني كما شاهدتم ربما مداخلات يعني جل النواب حول بيان السياسة العامة، ربما كان بعض النقاط التي فيها اتفاق بين مختلف التشكيلات السياسية التي تشكل هذا البرلمان، وأكيد ستكون هناك بعض النقاط الخلافية، وهذا لا يفسد للود قضية. فبيان السياسة العامة تقريبا فيه شبه اتفاق بأنه شيء مشكور، والحكومة مشكورة أنها حافظت أو استطاعت أن تأتي بمخطط أو عفوا ببيان السياسة العامة، وهذا كما أعتقد كان آخر بيان السياسة العامة. طبعا جاء آخر بيان السياسة العامة اللي هو في 2019، والذي انتقده النواب حين ذلك لأنه جاء بعد 20 تقريبا، جاء بحصيلة 20 سنة، يعني كان سلوك غير حضاري أنما الحكومة لا تقدم بيان السياسة العامة. فهذه المرة بيان السياسة العامة التزمت الحكومة، وهذا الشيء حقيقة يعني نثمنه، ونتمنى أن تتواصل مثل هذه الأداءات وتستمر هذه الممارسات، لأنه بكل صراحة النواب يعني يمتعضون أحيانا من السلوكات أحيانا تكون مخالفة للدستور، وأكبر حاجة أن النواب يعني قد يعني تؤرقهم، وحتى المواطن، وحتى كأداء سياسي، أن الحكومة أو أي فرد أو حتى البرلمان أو مكتب البرلمان لا يحافظون على يعني الأمور الدستورية، فهذا بدون شك أنه سيأتي يعني سوف لن يكون شيء جميل في إطار الممارسة السياسية اجتماعية. وفي إطار الجزائر الجديدة. أما إذا ما تكلمنا كما قلت في بخصوص يعني ما جاء في بيان السياسة العامة، نحن الحقيقة يعني كما قال تفضل الأستاذ الكريم، وهو كمعروف أنه هذا بيان السياسة العامة هو وسيلة من وسائل الرقابة التي تتاح للنائب أن يقوم بها. ولما نقول وسيلة من وسائل الرقابة، الشيء الجميل هو أنك لما تراقب أي عمل، الأصل أنك لما تراقب ولما تبرز الخلل ولما تبرز مكامن الداء ولما تبرز مكامن الخلل، الأصل في هذا أنك تسعى لتطوير هذا الأمر، لأنه إحنا لما ننقدوا أي شيء لا ننقد الأفراد، إحنا لما نقولوا باللي هذا الأداء الحكومي كان غير جيد في بعض الجوانب والأداء كان جيد في بعض الجوانب، هذا لا يعني أنه معناته أننا نمشي للأشخاص، وهذا بالضرورة، لأنه إحنا اليوم نتكلم من وقعنا كمعارضة، الأستاذ يتكلم من موقعه كيعني كحزب أو كتشكيلة يعني من الأغلبية اللي تشكل الأغلبية. نحن لما نتكلم من معارضة وجب علينا أن نقول للمحسن أحسنت ونقول للمسيء أسأت. كاين عدة نقاط جاءت في هذا البيان حقيقة بكل صراحة لا تصل إلى طموح الشعب الجزائري. أهم هذه النقاط أو أهم هذه النقاط لما نتكلم مثلا على الجانب الاجتماعي، نتكلم مثلا عن الجانب الاقتصادي، كلنا نعرف باللي أنه الميزان التجاري ارتفع، صحيح يا دكتور؟ نتكلم مثلا على كاين عندنا صادرات خارج المحروقات، نتكلم على عدة نقاط، ولكن نتكلم على المواطن الجزائري. هل المواطن الجزائري هل شعر فعلا أو بهذا التغيير؟ هل شعر فعلا باللي أنه الأموال التي يعني ضخت للخزينة الجزائرية جراء عوامل أحيانا تكون يعني مساعدة، وإحنا من هذا الباب طبعا كما جاء في بيان السياسة العامة أنه تأثرت الحكومة وتأثر الجانب الاقتصادي عموما بزوز عوامل، العامل الأول اللي هو كورونا، والعامل الثاني اللي هو الحرب الأوكرانية أو الحرب روسيا على أوكرانيا. لكن أستاذ عفيف، ممكن قراءة في الأرقام، يعني البيان جاء أنه دعم المواد الاستهلاكية سنة 2021 كان 318 مليار دينار، الآن راهو 613، هذا الضعف
وإحنا سياسة اجتماعية، هل تشوف أنه فيه الآن مفارقة إن صح القول، أو ما هو المطلوب أو ما هو الحل إن صح؟ شوف 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 أخي الكريم، أنا كما قلت لك لما نقول هذا سياسة، لما نتكلم حتى على السياسة الدعم اللي نتفكر فيه لما جاء في مخطط عام الحكومة وحتى في قانون المالية، أنه كان واحد حدث واحد التحفظ، حدث واحد التحفظ، لأنه اليوم فعلا سياسة الدعم اليوم لا يجب أن تتغير، ما تبقاش بالطريقة. وأنا نأيد فكرة بلي أنه فعلا، لأنه سياسة الدعم بالطريقة الموجهة الحالية، أنه تلقى الغني نفسه هو نفس الغني اللي يخلص فوق 20 مليون سنتيم، والغني اللي عنده أموال طائلة يمشي يشري الخبزة بألفراك يعني، ولا يمشي بدون زيت. معادلة مهمة الآن. يعني فعلا يعني حتى وإن كان يعني كاين عنصر، أنا لما نتكلم اليوم عن غياب اليوم، لما يلا نمشي الآن للشوارع، أنا لما نمشي للشارع ونلقى باللي أنه مازال كاين ندرة في الأسواق، كاين الناس مازال راها تعاني تجري فقط على كثرة خبز، تجري على مثلا دير لاشين غير باش تجيب كيس انت حليب. انا والله غير مشهد يؤلمني مره في المرات في انا في ولايه اضرار، انا جيت يعني عند بيت من البيوت، لقيت صف كبير جدا جدا، ولقيت مجموعه من المواطنين واحد طايح على الاخر، يعني وجو في حزن. انا عند بالي كاينه جنازه، اهبطت من السياره نشوف يعني كاين جنازه، نجي نشوف كاين صف اخر من النساء على من الصف على كيس نتاع حليب. مشيت لقيت الكيس نتاع الحليب مازال ما جاش، وحتى الكميه لما تجي قليله جدا، وهذا فقط يعني عم يعني وهذا المشهد يتكرر يوميا. واليوم انا نشوفوا ايضا نفس الشيء بالنسبه للزيت، حتى على مستوى العاصمه او مكان كاين الندره نتاع الزيت بشكل كبير جدا جدا اليوم، حتى بالنسبه للقدره الشرائيه فيه صحيح مما جاء كاين تحسن القدره الشرائيه، وحنا حتى باش منكونوا يعني نكونوا صراحة لا ننقد كل شيء. احنا بالنسبة لنا لا نقول بلي انه بيان السياسة العامة اللي جاءت به الحكومة هذا بيان خالي، والحكومة ما دارت والو وما كان والو ونضربوا كل شيء في الصفر. لا، نثمن كل المجهود الذي قامت به الحكومة، ونثمن كل وزير قام بجهده وقام باستطاع ان على الاقل يحقق ما ضعه من أهداف، ولكن في نهاية المطاف طبعا الذي لم يقم بدوره فعلى الأقل إذا تشخيص يعني إذن على الأقل الآن تم تغيير الحكومة وتعديل وتطوير، هذا هو الأساس. يعني دوركم أنتم كفاعلين كنواب هو دائما المصارحة المكاشفة وحتى تقديم البدائل. يعني من نقطة تقديم بدائل، عطفا على كلام أستاذ عفيف، تكلم على تحديات اجتماعية جمة الآن، كما تكلمنا على رفع القدرة الشرائية، تحسين تكفل ضمان اجتماعي، هذه المحاور الثلاثة الكبرى أو الأكثر من محاور اليوم. ما هي البدائل في رأيك ممكن دكتور عبد القادر اللي اليوم يجب أن تراعى في بيان سياسة الحكومة العامة، وتراعى أيضا في قانون مالية حتى الجديد اليوم؟ نعم، في الحقيقة أنا أستاذ تفضل فقال في يعني في التصنيفات، نحن لا نريد هذه التصنيفات، نحن كذلك في حركة البناء نتبنى المعارضة الإيجابية، بمعنى يعني نعارض وننتقد ونصوب الأشياء ونثمن كذلك، وباعتبار أننا مشاركين في الحكومة هذا لا يمنعنا من أن نبرز مواطن الخلل ونوجه ونصوب، لأن الهدف النهاية ما هو؟ هو نريد رفع مستوى الأداء، ونريد يعني سقف طموحات لابد يرتفع، لأن الجزائر والمجتمع يحتاج إلى 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 تكون في ظروف أفضل مما هي عليه. تكاتف شهود. نعم، دعني أعود أنا إلى، فلربما نحن بصدد تقييم عمل الحكومة لمدة سنة، وأنا كاقتصادي نقول بأن من الصعوبة بمكان أنك تحقق نتائج كبيرة لما تكون بصدد إجراء إصلاحات اقتصادية وتجني ثمارها سريعا على المدى القصير، ولكن هذا لا يمنع بأن الحكومة تبذل الجهود من أجل المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، والمحافظة على يعني توازن وتماسك المجتمع ببذل الجهد في توفير المتطلبات والضروريات. نعم، وهذا ما وهذا الذي تم، لأن لما نقول الحكومة عملت في ظروف سنة لازم نكون موضوعيين، وما هي الخصائص اللي تميز بها سنة من سبتمبر تقريبا 2021 إلى سبتمبر 2022. نعم، في نهاية سنة 2021 يعني صادف الحكومة ما زلنا في إكراهات جائحة كورونا،
ولما يتعلق الأمر بحماية أرواح الناس وتوفير المتطلبات وتوفير الأساسيات في ظل جائحة كورونا، فهذا استدعى من الحكومة ترتيب سلم الأولويات استثنائيا، نعم، في ظروف استثنائية زادتها تعقيدا وإكراهات أخرى عن عوامل خارجية، لعل من أبرزها الارتفاع تكاليف النقل والشحن في خاصة بالنسبة للسلع المستوردة، مع بداية سنة 2022 عاد العالم وخاصة الاقتصاديات الرأسمالية أمريكا وأوروبا وغيرها إلى موجة من التضخم لم تعرف منذ 40 سنة. كذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع خاصة الإمدادات من الغذاء وأسعار السلع والحبوب اللي ارتفعت بتقريب 150% سعر الطن من القمح إلى غير ذلك من المعطيات. صحيح الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية خدمتنا يعني وأدت إلى أدت إلى ارتفاع أسعار البترول، وهذا أتى بالإيجاب على تحسن مؤشراتنا المالية بحيث نرتقب أنه مع نهاية السنة نحصل عائدات 50 مليار دولار، تحسن ميزان المدفوعات في الجزائر بعد كان سنوات طويلة وهو في حالة عجز، الآن عدنا حتى أوت تقريبا 13 مليار دولار وممكن يكون في حدود 17 مليار مع نهاية السنة. التحس يعني الجهود اللي بذلتها الدولة وكل الفاعلين، يعني في الحقيقة كل الفاعلين في المشهد الاقتصادي يعني خاصة الاجتماعي. في الجانب الصادرات خارج المحروقات، كل هذه المعطيات وعوامل تخلي أن أننا سنة صحيح كنا نود أن نحقق نتائج أفضل في سنة 2022 كما قال السيد رئيس الجمهورية بأن تكون سنة اقتصادية بامتياز بعد ما انتهينا من مرحلة البناء المؤسساتي، ولكن أعتقد بأن الثلاثي الأخير هذا من سنة 2022 وبداية 2023 ستكون الإرساء الأرضية الصلبة للانطلاقة لسميها أنا الإقلاع الاقتصادي، ممكن تخصص في نقطة فقط؟ نعم، بدءا بقانون الاستثمار والنصوص التنظيمية التي صدرت ووضع حيز، نعم، وضع استقرار نوعا ما، وضع حيز التنفيذ والتطبيق للآليات اللي تمكن من يعني تطبيق قانون الاستثمار، إنشاء الوكالة الجزائرية للاستثمار، الشباك الوحيد، الأرضية الرقمية، الشباك الوحيد على المستوى المحلي، هذه كلها راح تستكمل في أقرب الآجال باش يعني تحدث الإقلاع الاقتصادي وتحدث يعني الدفعة القوية اللي نسميها في مجال الاستثمار. ولكن فيه أشياء مازال أخرى، عمل أكبر، مازال أخرى، وهذا ما كان محل انتقاد من طرفنا للحكومة. أنا شخصيا يعني في مداخلتي قلت بأن الحكومة لم يسعفها الوقت في خلال سنة لفتح ملفات كان يعني تكون في تقديري أنها تكون من الأولويات ترافق عملية الإصلاح وعملية الإقلاع الاقتصادي، ولعل من أبرز هذه الملفات ملف الإصلاح المالي والمصرفي، لأنه لا يمكن تصور أن يكون عندك قانون استثمار جيد وبيئة استثمارية وتنسى عنصر أساسي من مكون بيئة الاستثمار المالية اللي هي المنظومة المالية والمصرفية ودور البنوك في التمويل ومرافقة المستثمرين، لأن المستثمر يحتاج إلى تحفيزات، يحتاج إلى بيئة نتاع استثمار، ويحتاج إلى العقار، ويحتاج إلى التسهيل ورقمنة الإدارة، ولكن في المقابل يحتاج إلى مرافقة البنوك والتمويل، والشق المالي مهم جدا في أي إصلاحات هيكلية. جميل، إذا المنظومة المالية هي أمر مهم جدا. ممكن عطفا على كلمة تكلمنا اقتصاديا، كاين مؤشرات ممكن أستاذ عفيف، إعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أقل من 30,000 طبعا دينار جزائري، ضمان اجتماعي كما تكلمنا، زيادة الرواتب، يعني هذه المؤشرات هل تشوف أنه ما هو المطلوب لكي ترافق عمليا منهجيا وتطبق في أسرع وقت في رأيك؟ هي في الحقيقة يعني كما قلنا هذه الأمور التي جاءت بها يعني الإصلاحات خصوصا الإعفاء الضريبي للأجور أقل من 30,000 دينار جزائري، وكان لو شبعت يا أخي الكريم حتى معدل الزيادات التي زادت، يعني كانت كل الموظفين كانوا يتمنون أن تكون حتى الزيادة في النقطة، كانوا يتمنون الزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية وليس فقط في بعض النقاط، لأنه حتى الزيادة التي أضيفت بكل صراحة لما أضيفت
زيادة قليلة، لا ننكر باللي أنه كانت زيادة وكان عليها الانعكاسات نتاعها، هذا لا ينكرها إلا جاحد، ولكن لما نقوله كاينة زيادة بالمقابل أنا اليوم تزيدني أنا الحاجة اللي كنت نشريها اليوم تشريها بألف فراك واللي تنشريها بربع ألف ولا خمس ألف واني زدت أنايا في القدرة الشرائية، يعني نقول زدت في القدرة الشرائية. نحن اليوم ما نريده مثال على في قضية تحصيل الأجور اللي يتكلم عليها السيد رئيس الجمهورية، نتمنى أنها تكون أول حاجة زيادة باش نقروها نزيدوا في قيمة النقطة الاستدلالية. وعلى ما نزيدوا قيمة النقطة الاستدلالية بدل 45 دينار جزائري نرجعوها 50 ولا 60 دينار جزائري، ولأن بكل ذلك سترتقي جميع الأجور في نفس الوقت. لكن ممكن الحكومة تقول لك نحتاج وقت أكبر، يعني هذا ممكن أكيد حكم مسبق تقول لك. شوف أكيد، ولكن أنا لما نقول لك أنا لما تزيدني في حاجة تزيدني في الأجر، تزيدني 300 ألف في الخلص 3000 دينار جزائري وتطلعني في معظم الأجور، وأحيانا نجي نطل لما نجي نديرو مقارنة نلقى روحي باللي أني أفضل الوقت اللي كنت فيه والسلعة اللي كانت منخفضة أفضل من الآن الوقت اللي أرنك زدت لي فيه الآن، طلعت لي بمعنى تقول لي طلعت لي في الأجور، ولكن من ناحية أخرى نلقى روحي باللي أنه الجيب نتاعي أثقل كاهله من خلال الزيادات المرتفعة. يعني نحن نعرف يعني كاين عدة أسباب، والأستاذ الخبير الاقتصادي يزيد يوضح لنا ويزيد يذكر يعني عدة أسباب أدت إلى ارتفاع الأجور عالميا. الأسعار طبعا حتى التذاكر الجوية يعني إلى الجنوب تم تخفيضها نظرا لقيمة الضريبة العامة، يعني تم تخفيضها طبعا تم تخفيضها، وبعد المؤسسات يعني حتى لما تكون تدخل يعني هنا نقطة بين قوسين، أحيانا لما نقر الزيادات لما نقر زيادة ولا أي ضريبة تطبق على الساعة 12 صفر صفر تبدأ تطبيقها، بينما إذا أردنا أن نطبق التخفيضات نقعد مدة. أذكروا باللي أنه لما دخلنا باش تم تطبيق التخفيض الضريبة على 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 أسعار التذاكر، يعني في هذا هذه السلوكات هذه التي ننبذها حتى يعني هذه فعلا لا انا كما قلت لك نثمن هذه كما قلنا حتى لما كنا نناقش في قانون الماليه، وحتى لما قلنا في مخطط عمل الحكومه كنا نثمن ما جاء ايجابي، ولكن نقول دائما انا لا المواطن حتى لما يقعد يشاهد فينا والله ما تهمه. اليوم المواطن الجزائري تقول له بلي اني درت ألف قانون وقانون، درت بلي اني ها واش درت في الجانب التشريعي، ها هو اني اقترحت مبادره، ما على بالوش بك. انا يقول لك انا انعكاساته عليا انا كمواطن بسيط، انا لما نمشي للسوق باش نشري نلقى كل شيء اطلع ممتاز. كل شيء اطلع انا هذا هذا نعم. هذا هذا هو الشيء الذي نبحث عنه. انا بالمقابل الشيء اللي نرفع الاجور نلاحظ كيفاش الأسعار، وهذا شيء آخر كيفاش نحاول أن نضبط الأسعار. مدام تكلمت على ضبط الأسعار في النقطة هذه أكد عطفا على كلامكم فقط، راح نشوف تقرير للزملاء المحترمين في قسم الأخبار حول طبعا ملخص لهذا البيان وحول ما جاء فيه. طبعا التقرير للزميل دريس حدوش، ونعود إليكم، تابعوا معنا. الالتزام بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والرفع من منحة البطالة أهم ما جاء في بيان السياسة العامة في شقه الاجتماعي. ردود أفعال الخبراء تباينت بين متفائل بما جاء في تقرير بن عبد الرحمن وبين من يرى أنها حلول تبقى مؤقتة. منحة البطالة قد تتسبب في الكثير من المشاكل. الآن الشباب المتخرجين من مراكز تكوين مهني يروح يديروا منحة البطالة ولا يشتغلون. المسجلين في الجامعة منهم من لا يسجل في الجامعة من أجل الحصول على منحة البطالة، وبالتالي سببت الكثير من المشاكل. ولا أرى بأن منحة البطالة هو إجراء يعني صحي بالنسبة للاقتصاد الوطني. الذي كان يمكن أن يكون هو أن تكون لدينا قاعدة بيانات لمناصب الشغل المتوفرة على المستوى الوطني، بمجرد ما يتم توفير منصب شغل للبطال يعطى المنصب، فإذا رفض استقبال المنصب أو العمل في المنصب يعني يحرم من أي امتياز. ومع جهود الحكومة في تحسين القدرة الشرائية للمواطن، أكد الخبراء أن فتح باب الاستثمار سيمكن من توفير عديد مناصب العمل وإنعاش الاقتصاد الوطني. الاستثمار اللي راح يخلق ربما فرص للعمل، راح يخلق انتاج يساهم في انخفاض الاسعار، راح يساهم في ربما التصدير اللي تكون عندنا مداخيل بالعمله الصعبه اللي نستطيع من خلالها انعاش الاقتصاد. الوضع الحالي للجزائر المالي الان يساعد الحكومه باش تقدم شيء للمواطن البسيط، المواطن المحتاج، عديمي الدخل، ضعيفي الدخل، هذو كلهم نظن اجراءات هامه اللي تخلي المواطن
المواطن الجزائري على الأقل ما يكونش عندنا نسبة فقر، ما يكونش عندنا نسبة معاناة بالنسبة للمواطن، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية اللي نظن يجب أن ترفع عليه يرفع عليها الدعم، ويتم مراجعة سياسة التحويلات باش تمس فقط اللي عندهم ربما حاجة ويستهلوا الدعم الاجتماعي. ومع التزام الحكومة الجزائرية بضمان العيش الكريم للمواطن البسيط، يبقى تطبيق بيان السياسة العامة أهم ما ينتظره المواطن الجزائري. عدنا إليكم مشاهدينا وحديث طبعا عن دائما عن ما يقدمه اليوم وما جاء به بيان السياسة العامة الحكومة، وأكيد نقطة طبعا الحفاظ على الأمن الاقتصادي الأمن الاجتماعي أمر مهم جدا. نقطة القدرة الشرائية أستاذ عبد القادر أكيد عندكم رأي فيها، المطلوب الآن المنهجية المتبعة الطريق الذي يجب أن يسلك الآن. نعم، فيما يخص مسألة يعني الحفاظ على القدرة الشرائية والحد من هذا يعني الارتفاع في الأسعار، يعني مسألة وندرس بعض السلع كما كان يشير الزميل، هذه أصبحت تؤرقنا كممثلي الشعب كمواطنين بالدرجة الأولى وحتى الحكومة. وفي تقديري أنا كمتتبع أن فيه خلل لم يتم تداركه، وهذا الخلل كل سنة يتكرر، وهو على مستوى وزارة الفلاحة، يعني مسألة ضبط دواوين يعني المتعلقة بالمواد والشعب الفلاحية وكذا لابد تضبط، ومسألة يعني توفير القواعد اللوجستية وفيه بعض وتشكيل مخزونات استراتيجية فيما يخص بعض والضبط يعني فيما يخص بعض السلع الأساسية اللي تنخفض أسعارها في وقت معين ثم ترتفع، نخرج يعني هذا الستوك خاصة في مادة البطاطا مثلا وغيرها للسوق باش نتوازن السوق، والتنسيق الحلقة المفقودة في تقديري هو التنسيق ما بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة. صحيح. وزارة الفلاحة لأنها تنتج السلع والخضر والفواكه، ووزارة التجارة هي اللي تضبط الأسواق، لابد هذا الأمر. أنا نشوفه بأن يظهر باللي عندنا خلل في فهم حرية السوق وفي فهم التسعير وفي فهم هوامش الربح. إذن ضف إلى ذلك هذا إذا تعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية من الخضر والفواكه والحبوب وغيرها التي هي لا تدخل في خانة السلع الأساسية المدعومة في قائمة السلع المدعومة، اللي رانا نقول ونطالب بضرورة مراجعة الدعم هذا المعمم اللي راه أصبح لا يحقق لها العدالة الاجتماعية ويؤدي إلى هدر الأموال كبيرة تقريبا 16 أو 17 مليار سنويا فاتورة التحويلات الاجتماعية. يعني نعود إلى إلى إلى, إلى فكرة أن هناك أسعار السلع الواسعة الاستهلاك من الخضر والفواكه والحبوب وغيرها والمعجنات وغيرها من السلع اللي تنتج محليا لابد تكون عليها رقابة، ونحدد ونشوف ما هي هوامش، ما هي تكلفة أو سعر التكلفة كما نسميه باللغة المحاسبية واللغة الاقتصاد، وما هو هامش الربح، لابد نحدد الأمور هذه يعني وش نصرف وش نحقق من حتى نحافظ على الاستقرار. ثم فيه كذلك الإشكال الكبير اللي ربما يؤدي إلى غلاء الأسعار ويأثر بشكل كبير على يعني جيب المواطن وعلى القدرة الشرائية للمواطن، هو إذا تعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية والسلع اللي نقتنيها من وتكون مستوردة. اولا هذا الاستيراد راه محمل بالموجه التضخميه العالميه وارتفاع تكاليف الشحن، وان كان بين قوسين تسعير دولي ولكن تكاليف الشحن في وقت كورونا في وقت الذروه تعطلت سلاسل الامداد، ارتفعت التكاليف والان بدات تعود الى تدريجيا الى 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 طبيعتها، ففيه موجه تضخم، ولكن في عامل اخر ادى الى هناك المستوردين يبيعوا بهامش أعلى وارتفاع الأسعار، هو المسألة التي والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة. وهنا نكون واضحين في المسألة، نكون واضحين، نحن مع يعني الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة في مسألة ضبط الاستيراد ومحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب العملة للحفاظ على احتياطي الصرف وتطهير السجل تاع المستوردين، والعمل اللي قايمه به وزاره التجاره مشكوره في هذا. ممتاز. هذه النقطه هذه ممكن ولكن نعم. في المقابل رخص الاستيراد والتقييد على الاستيراد اللي مس حتى المواد الاوليه وراه يتسبب في اضرار لي حتى للمنتجين وللمصنعين، ورخص الاستيراد التي تمنح وتصبح تجعل بعض المستوردين في وضعيه احتكاريه
واصبحوا يسعروا السلع والهوامش الربح بشكل يعني غير مدروس. اذا الممارسات اليوم استاذ عبد القادر لازم ان يعني يجب ان ننتهي منها الان في الوقت الراهن. عطفا فقط على كلامك نشرك معنا طبعا في الاتصال الهاتفي الدكتور عبد القادر السوفي المحلل السياسي. مساء الخير سيدي الكريم، شكرا جزيلا على تلبية الدعوه. مساء الخير، تحياتي لك ولكل المتابعين القناة. أهلا وسهلا فيك دكتور، ممكن قراءتكم كمتابعين للمشهد السياسي حول ما جاء فيه أو ما جاء به بيان السياسة العامة للحكومة ببعدها السياسي، ما هي الإضافة، ما هي التطلعات التي تنظرون إليها أنتم؟ لا، هي في الحقيقة عند النظر إلى البعد السياسي بالنسبة لبيان السياسة العامة لا يحتوي فقط البعد السياسي في المفهوم الضيق، بل هو مجموعة من المعطيات والآليات التي تتناغم من أجل تحقيق أولا البعد السياسي للعيش الكريم للمواطن، وتحقيق الرفاهية بالنسبة للوطن. من هذا المنطلق جاء البيان السياسي كاملا مكتملا مع جمعه في أبعاده الاقتصادية، تصحيح المسارات في بعده التسيير، تحول من السير الإداري إلى السير المانجمنت، إعطاء أكثر حريات أو صلاحيات بالنسبة للجماعات المحلية خاصة الولايات ورؤساء البلديات، مع إعطاء ربما أتحدث السيد رئيس الجمهورية على القانون الخاص بالولاية والبلدية. نعلم أنه الكثير من المسيرين كانوا يخافون التسيير او على الاقل كما ذكر الإمضاء خوفا من العقوبات. اليوم هذه الحريات والسلطه التقديريه التي اعطيت بالمسؤولين على كافه المستويات الهدف منها اعطاء ديناميه جديده وقويه دفعه تتماشى وطبيعه التصورات للسياسه التي انتهجها الدولة والالتزامات رئيس الجمهورية. ولا يمكن الحديث اليوم عن أبعاد دبلوماسية وأبعاد اقتصادية في المجال الإقليمي والقاري والكوني إن لم تكن هناك سياسة داخلية منتهجة قوية، فكل السياسات الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية. نعم، ممكن عبد القادر دكتور عبد القادر عطفا على كلامك إن هذا بيان سياسة يهدف إلى تصحيح الأوضاع وإعطاء التوجيهات وتمكين الفواعل المحلية أو على الأقل يعني أقول الموارد البشرية أن تأخذ زمام الأمور وتكون هي الطفرة النوعية التي تحدث. نعم، مدام تكلم دكتور عبد القادر عن الطفرة النوعية، أكيد أنه من بين المكاسب إن صح القول التي أصرت الحكومة في بيان السياسة العامة على ترسيخها من بينها التكفل الاجتماعي، الضمان الاجتماعي والتقاعد، تدعيم القدرة الشرائية، أكيد هذه زوايا مهمة جدا لتهم المواطن بدرجة أولى. كيف يمكن أن نضمن استمرارية تطوير تفعيل هذه الأدوات، هذه المحاور الكبرى في بيان السياسة العامة القادم أو في السنة القادمة؟ أنا سبق وأن ذكرت أن الأبعاد الحقيقية بالنسبة للدولة الجزائرية في التكفل هي جعل من المواطن التاريخ وجعل منه ربما أهم منتجي الثروة من خلال المقاولاتية ومن خلال تطوير الأفكار والمساهمة الفعلية، بحيث لن يكون عاهة على الوطن وطالب فقط ربما أو ينتظر المساعدات، بل يصبح جزءا أساسيا في اللعبة. وهذا أهم شيء تمسناه، لأنه كما يقول المثل لا تعطيني حوت علمني كيف أصطاد الحوت. فهذا ربما المقاربة اليوم هي كيفية إدراج الشباب خاصة في عمليات التنمية المحلية وإنتاج الثروة على المستوى المحلي. نحن نعلم أن البلديات في الجزائر أغلبها بلديات مفلسة وتعتمد على دعم الدولة. اليوم الهدف هو كيفية استثمار في القدرات المحلية والإمكانات، سواء كانت على مستوى البلديات فرادى أو من خلال التكاتف في عمليات اندماج وتكامل، ما إعطى الفرصة
لكل الموارد البشرية الموجودة على المستوى القاعدي من أجل تحقيق أحلامها. وهذا ما نتمنى الدكتور عبد القادر السوفي وهو تحقيق ما يعرف بالاقتصاد الجهوي أو الاقتصاد أيضا التضامني والتعاوني. أشكرك جزيلا، طبعا كنت معنا في برنامج حديث ساعة الدكتور عبد القادر السوفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ممكن أستاذ عفيف في النقطة يعني تكلم على الجانب المحلي اللي يلعب دور كبير جدا في تحقيق المركزية، في تحقيق الاستقرار الوطني، هذا أمر مهم جدا. بين أيضا المكاسب هذه السنة هي منحة البطالة، ولعله أنه الجديد في منحة البطالة هي يشرط على كل شاب أو كل متحصل على المنحة أنه يكون في إدماج مهني. هذه كيف يمكن أن نضمن أن تكون أو أن تكون طبعا تطبيقيا في أرض الواقع؟ هو حقيقة لو تسمح لي قبل قبل ما أجيب على السؤال يعني مواصلة اللي يعني لأنها نقطة مهمة جدا وتكلم فيها الأستاذ الذي قال فعلا يعني إحنا صرت عدنا أنه تقلصت فاتورة الاستيراد فعلا، ولكن المشكل الكبير جدا أنه ما الذي حدث بعده، أنه معليش نتفهمه باللي أنه لما تقلص فاتورة الاستيراد هذا الأساس واش يعني، وأكيد يصحح لي الأستاذ يعني بحكم خبرته في المجال الاقتصادي، أنه يكون عندك إنتاج، أن تكون عندك أنت بدائل طبعا تحطها على أنا معليش أنا اليوم مثلا معليش نلقى مثلا التفاح الجزائري ونجيب لي التفاح الألمانية والبريطانية نلقاه، بصح أنا لما لا يوجد هذا فقط لا يوجد إلا من خلال الاستيراد نتاعه. أنا اليوم كل يعني جميع الذين يستوردون قطع غيار سيارات تمشي تشري باش قطعة غيار يقول لك أنا غير طروازية مشوى، فهذا ما الذي أدى هذا؟ أدى هذا إلى معظم المركبات طبعا لما ما كاش قطع غيار اصلي ادى الى ذلك الى حوادث مرور، ناهيك عن قانون اليوم ناهيك عن المشكل والمعضله الكبيره التي الى غايه هذه اللحظه لا نعلم لها حل. كلما طرحنا سؤالا عنها الا وقبلنا ليس حوادث المرور وانما اليوم السيارات، انا كنائب اليوم لا استطيع يعني ما نقدرش انا نشري سياره، والمشكل الكبير هي مشكل قضيه استيراد السيارات. هذا المشكل الى غايه هذه اللحظه الحكومه الموقره لم تجبنا على هذا السؤال، لماذا؟ وكلها كما قال لك ان المواطنين نعم في النقطه هذه فقط نتوجه دكتور عبد القادر تعليقك على فكره استاذ عفيف انه استيراد، ممكن تقدر تقدم اضافه في النقطه هذه؟ نعم لا هو المساله كانت واضحه، المعادله بسيطه، السيد رئيس الجمهوريه لما اعطى التوجيهات قال لا نستورد الا ما نحتاجه، ولا وليس معناتها تنظيم عمليه الاستيراد ان نحدث الندره ونوضع المشكله، راهي اخطر من هذا، وهو انك لما نصبح نسير قطاع التجاره ونسير الاقتصاد بالقرارات الاداريه ونصبح نوكل جهه ما الى منح الرخص فتصبح يعني تتسللنا يعني منافذ الفساد، ويعني نوضع اناس أطراف معينة في وضعية احتكارية لاستيراد سلع معينة، وبالتالي يهمشوا يعني يسعرون بأسعار تضر بالمواطن. هذا هو هذا الأكيد. ثم فقط يعني أنا نعرج إلى مسألة السيارات، أنا أعتقد أن مسألة السيارات هذه والله تسيء لنا كنخب كسلطة كحكومة كنحن كبرلمانيين. المعادلة بسيطة، نثمن التوجه والمقاربة اللي تبناها السيد وزير الصناعة، قال نحن بصدد إرساء صناعة ميكانيك مندمجة يعني متكاملة حقيقية باش تكون عندنا صناعة وباش تكون عندنا سلسلة القيمة متكاملة، المناولين نسبة الإدماج، هذا شيء إيجابي، ولكن حتى نحضر المتطلبات والجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسساتية باش ندير المصانع. هو تكلم على استرجاع حوالي 42 مؤسسة اللي تنشط في هذا في هذه الشعبة، يعني راح يتطلب في مؤسسة واحدة 40 مؤسسة في مؤسسة واحدة. احنا نتوجه الى الحكومة فلربما سانحة مهمة جدا باش نقول لهم يلا هذا التوجه نمشي فيه وهو توجه سليم، ولكن في المقابل السوق يحتاج يلا نجربه ونفتح نفتح عملية استيراد السيارات ونشبع جزء من الطلب المحلي، لأن الطلب راهو يتراك منذ 3 سنوات أو 4 سنوات. إذا كان عندك كل عام 200 ألف في ربعة راه عندك طلب احتياج تاع 800 ألف سيارة، يلا نقوله يعني نجرب لمدة سنة استيراد السيارات بحجم سقف حجم يعني غلاف مالي من العملة الصعبة، ونسرع وتيرة
هذه المقاربة التي تشتغل عليها وزارة الصناعة باش يعني ننطلق في الإنتاج، هذا شيء منيح. ثم يصبح إحلال تدريجي إلى استطعنا أن نغطي احتياجات السوق بالإنتاج فمرحبا، أما نبقي الوضع على هذا وأصبحنا نحرج كنواب عن السؤال هذا وقتاش السيارة طويلة. نعم ممكن سرعة في سؤال أخير فقط وقت داهمنا، تكلمت كلام ممكن منحة البطالة في إدماجها، يعني هل تعتقد أنه صح رح نلقى الناس تتفاعل تروح التكوين وهو لقى جاهزة؟ هو الحقيقة يعني نقدر نقوله لأنه هذا السؤال من بين الأسئلة التي كان سيطرحها النواب، ولكن يعني لما القرار مشترك بين وزارة التشغيل ووزارة التكوين المهني أنها إلزامية لأنه أعطيك يعني من البيت أنه الكشافة الإسلامية الجزائرية يعني كافوش يعني خرجوا مع التكوين في جولة من أجل إقناع الشباب البطال لكي يذهب لكي يسجل في تكوين المهني. فأحد الشباب قال يعني فضحك تهكما قال له هل يعقل، وكان يعني في مقهى، هل يعقل قال له في يوم من الأيام يعني لا أدري 24 ولا 28 تدخل يجيني ميساج ألجيري تيريكوم يجيني 1,300,000 ومن بعد يجيني واحد على 8 نتاع الصباح تقرأ، قال لي من غير المعقول. فتداركت يعني على كل حال الوزارتين من أجل يعني إجبارية التكوين الإلزامي وحتى يستطيع يعني حتى لأنه أنا بالنسبة لي منحة البطالة بهذا الشكل يعني لا بد لها من مراجعة، وحتى في المداخلة لا بد لها مراجعة لأنه تأتينا شكاوي كثيرة، يعني كثير من الناس حرموا من البطالة بمجرد أنهم يعني عاملوا في عقود مثلا لمدة يوم ولا يومين أو يعني تم تأمينهم لمدة يوم ولا يومين ناهيك عن السن المحدد. يعني اليوم على من لما استوردوا هذه حتى من حق البطالة كاين في جهات أخرى، أنا لما نجيب أي فكرة ولا نستورد أي فكرة لماذا لا نطبق الإيجابيات في هذه الفكرة؟ أنا بالنسبة لي أنا عمال البطالة ومن حق البطالة شيء جميل وشيء رائع جدا، ولكن ما المنتظر من هذه من حق البطالة؟ من حق البطالة منتظر منها أنها تساعد هذا الشاب البطال على أن يعني تحفظ كرامته، على أن تساعده على التفكير وعلى البحث عن أماكن أو فرص العمل. جاءت هذه إلزامية التكوين والتي هذه حقيقة أنا أثمنها، بحيث أنه أنا بالنسبة لي حتى بالنسبة للتكوين من المفروض حتى بالنسبة للتكوين المهني نفتح التخصصات التي السوق هو بحاجة إليها، مش قال المهم نولوا نديروا المهم قال التكوين جات من حق البطالة يلا ومن بعد جاء قال التكوين قال المهم دخل التكوين. لا، أنا من المفروض مثلا نعطيك مثال في ولاية أطرار عندنا اليوم آبار نفطية جديدة، عندنا شركات صناعية جديدة، شركات تاع النفط جديدة، نحن اليوم بحاجة إلى تخصصات في هذا المجال. جميل. شبابنا بحاجة إلى تكوين في هذا المجال، مجال استخراج النفط، كيف نستطيع أن نكون هذا الشباب بحيث أنه اليوم نستفيد هذه منحة البطالة والشركات القادمة حتى لا يقال لأنها تقال عندنا بل أنه أبناء الجنوب يعني ما مش قرائين بين قوسين وهذا بين قوسين، على كل حال أكثر ما يؤلمنا اليوم عندنا الحمد لله الناس قرات، الناس عندنا الأطباء، عندنا ليزانجينيور، كفاءات كبرى جدا، ولكن في مجال الشغل بكل صراحة عندنا مشكل كبير جدا ولا أعتقد بلي أنه لا توجد الكفاءة. أنا اليوم نعطيك مثال، خليني نكمل لك أستاذ وتسمح لي كريم، أنا تصور اليوم يشكي مجموعة من الشباب، عندنا 22 شاب يلا يطلع من الابليكاسيون، يخرج الشركة قالها في التخصص الفلاني، يخرج من الابليكاسيون نتاع البطالة طلبت الشركة تدير امتحان ودير امتحان، والشركة هي اللي دارت الامتحان، طلع لك النتيجة 5-1-2-6 ويقول لك باللي قعدوا ما يصلحوش ويخرجوا وراهم خرجوا من السيستم. ياك شوف خرجوا من السيستم مشاو الشركة طلعتهم ومن بعد يولوا يرجعوا حتى لو ولا يرجعوا. فهذا هذه التجاوزات حقيقة، وهذه الأمور من شأنها أن لا تطرح لدى المواطن اللي احنا نسعى دائما كما قال الأستاذ، نحن دائما لما ننقد ولما نقدم أي ملاحظات هدفنا في الأساس وش هو؟ هل هدفنا أنه نقد من أجل النقد؟ لا، هدفنا كيف نطور، كيف نصحح في النقطة، هذه نقطة مهمة جدا، كيف نقيم من أجل أن نقوي، نقطة مهمة جدا تكلمت عليها، هي إشراك الشباب على حسب الاختصاص المطلوبة. نعم. وعلى حسب طبعا التوجه الجديد. أشكرك جزيلا طبعا. كنا ماذا بينا يكون أكثر نقاش، لكن طبعا لضيق الوقت نشكرك جزيلا على المساهمة. أنا عندي نقطة مهمة جدا ورسالة، واسمح لي أستاذ أنا أعطيك حقي إذا تعلق الأمر بإخوتنا في أضرار. والله أنا أريد أن أوجه رسالة، أنا بالنسبة إلي أنا لما طلعت على قانون على بيان السياسة العامة وش أرقام خصوصا في مجال الطرقات، وانا اليوم وجه نداء
من هذا المنبر للحكومة الموقرة، للسيد رئيس الجمهورية، للسيد الوزير الأول، للسيد وزير الأشغال العمومية، والآن قال واحد دعوتنا مع وزير المالية. إذا كان يسمعوني من هذا المنبر فأقول اليوم، اليوم ولاية أدرار رها محاصرة من كل الجهات، خصوصا من جهة دائرة أولف اليوم. وأنا بالمناسبة أخي الكريم يعني وهذا الطلة أدعوك لتزور مدينة أولف أو ولاية أدرار، ولكن أخشى عليك أنك عندما تزورني أن لا تستطيع أن تصل إلى بيتي، لأننا محاصرون من كل الجهات، من جهة الشرقية ومن جهة الغربية ومن جهة الجنوبية. نظرا لماذا؟ نظرا لما نقوله تراء الطرق، الطرق لم تعد موجودة أصلا وبكل الطرقات. هذا نداء مهم جدا، هذا نداء مهم جدا. احنا كنت نتمنى أنه حتى في بيان سياسة العمل، لأنه وجهنا أسئلة بماذا وجوبهنا في من طرف وزير الأشغال العمومية، لم تحظى هذه الطريق بالأولوية. أعتقد أن الناس لازم تحس بينا اليوم. إذا نتمنى من قانون مالية 2023 يكون ملتزم. بليلة عفيف طبعا نائب برلماني عن حركة شكرا. شكرا جزيلا للدكتور عبد القادر بريش نائب برلماني، شكرا جزيلا كنت معنا طبعا في حديث الساعة. شكر كبير طبعا للمشاهدين الكرام على كرم المتابعة. نتمنى أيضا أن تكون الرؤية الجماعية، الضمير المشترك، التنسيق المؤسساتي هو السبيل دائما لتطوير المؤسسات، وهو السبيل دائما للحفاظ على هذا الوطن العزيز. تحياتي وتحيات فريق العمل معي، في أمان الله.